خليني اروح لموضوع تاني مهم جدا، بما ان احنا كنا جايبين فيديو للاستاذ ابراهيم عيسى من شويه، والاستاذ ابراهيم عيسى يضرب من جديد ولا يبالي. وطبعا الاستاذ ابراهيم عيسى ما بيضربش من عنات نفسه، لانه زي ما قلت لكم قبل كده، لو في حاجه، لو في كلمه بتتقال في اعلام النظام هم مش راضيين عنها، فورا بيتم التنكيل باللي قالها واللي سمعها وصاحب القناه واللي عدت من قدام بيته وكل حاجه. فكل اللي بيعمله ابراهيم عيسى برعايه النظام، مفيش حاجه بتحصل مخالفه للنظام يقينا. فالاستاذ ابراهيم عيسى المره دي لم يسلم منه هذه المره الامام الجليل الشيخ محمد بن طالب الشعراوي. خلينا نسمع. وبمناسبه يعني الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي طبعا كان عدوا لنقل الاعضاء، وكان ضد فكره زراعه الاعضاء، شأن حاجات كتيره قوي الشيخ الشعراوي كان ضدها، ضد العلم عموما يعني. ورغم حاله التبجيل والتكريم للرجل، الرجل له افكار شديده التطرف، شديده التسلف، وسانده وداعمه بشكل هائل لهذا التطرف والتسلف، ومنها فكره رفض نقل الاعضاء وزراعه الاعضاء. ما هو الشيخ الشعراوي ملوش حد يدافع عنه. الله يدافع عن الذين امنوا. تخيل كل هذا الكم من الاوصاف بيوصف بها الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي برضو الجيل الجديد اللي بيتفرج عليا اللي هو جيل ال 25 سنه ما يعرفش مين هو الشيخ الشعراوي. يمكن سمع عنه لكن ما يعرفوش بجد. عشان كده قبل ما ارد على هذا الكائن، انا بعتبر ان دي مبادره للتعريف بفضيلة الإمام الشيخ الشعراوي. الحقيقة لا يغيب عني كل فترة إن أنا أرجع أسمع للرجل. الحقيقة يذهلني بأدائه الإعلامي، هو أكتر واحد كان بيؤدي أداء إعلامي رفيع مع توفيق الله له في التبسيط الغير مخل للمعاني القرآنية للناس البسيطة. عشان كده بدعو كل الشباب اللي بيتفرج عليا ده، ارجوكوا اعمل على الاقل في الاسبوع مره تتفرج على ربع ساعه ولا تلت ساعه للشيخ الشعراوي عشان تعرف قيمه هذا الرجل. اللي هذا الكائن اللي كان بيقدم برنامج حمرة بيخوض في الشيخ الشعراوي وبيقول انه ضد العلم وشديد التطرف وشديد السلفيه. ده واحد، بص عشان بس تبقى عارف انت مقاييس التطرف بالنسبه لهم ايه. مقاييس التطرف بالنسبه لهم هي الاسلام. مقاييس التطرف بالنسبه لهذه الكائنات هو الاسلام، ايا كان بقى. ما تقوليش بقى الاخوان بقى، والاخوان دول اكتر فصيل في الدنيا يعني، حتى بعض التيارات السلفيه بتسميهم اهل البدعه، يعني السلفيين اصلا بيسموا الاخوان اهل بدعه. فاركن الاخوان على جنب. الاخوه السلفيين بقى، لا ده مش المقاييس، ده المقياس. الاخوه السلفيين بعضهم برضو بيطير الشيخ الشعراوي باعتباره انه يعني من اهل التصوف والحاجات دي كلها. تخيل بالك واحد من اهل التصوف بسيط جدا هو بالنسبه لمقياس وميزان ابراهيم عيسى شديد التطرف. مين سلم منهم؟ عايز تقول لي ان انت لما هتطلع تهاجم واحد زي الشيخ الشعراوي ده يعدي كده في دولة مش عايزاه يعدي؟ لا، هم عايزين، لأن الشيخ الشعراوي له آراء رحمة الله عليه. اوعى تنسى الكلمة بتاعته قدام حسني مبارك. فاكر ساعة حادثة أديس أبابا محاولة اغتيال حسني مبارك، لما جه الغزالي رحمة الله على الجميع، والله العظيم يقبض العلم بقبض العلماء. أنا كل ما أتخيل إن الجيل بتاعي كان بيتفرج على الشيخ الغزالي وكناش يعني واخدين بالنا قوي، الشيخ الغزالي، الشيخ جاد الحق، والشيخ شعراوي، راحوا الثلاثة لحسني مبارك اتفرج على الكلمة لما قال له إذا كنت قدرنا فليعينك الله. يعني الكلمة فيها معاني رهيبة. فالشيخ الشعراوي كان له مواقف مهمة جدا.
فلما يطلع واحد زي ده لازم يمحو اي اثر لاي طاقه نور في هذا الدين. انا بس جايب القصه دي او الفيديو ده عشان اقول لك انه لا شيء يحدث الا برعايه هؤلاء، لانهم كلهم اجتمعوا لم يجمعهم الا كراهيه هذا الدين. والاستاذ ابراهيم بقى طلع في نفس الحلقه اللي بيتهم فيها الشيخ الشعراوي، في نفس الحلقه والله ما عشان كده استغربت، في نفس الحلقه يا رب الزملاء يكونوا جابوا الفيديو بتاع الشيخ الشعراوي، في نفس الحلقه اللي اتهم فيها الشيخ الشعراوي بالتطرف جاب فيديو الرد علينا، بيرد علينا احنا لما قلنا انه عايز يمنع الاذان، جاب فيديو للشيخ الشعراوي ولكنه مدلس وحاول يقول ان الشيخ الشعراوي اهو بيوافقني الراي في منع الاذان. نسمع ابراهيم عيسى. لنقل الاعضاء وكان ضد فكره زراعه الاعضاء، شأن حاجات كتيره قوي الشيخ الشعراوي كان ضدها وضد العلم عموما يعني. اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد، فإن أذن الراعي قلما تتهيأ للسان الرعية، فمن أعطاه الله أذن راع فليحسن ما يقوله له، وأن يدعو الله له فإن بدعائه له يصلح الله به خلقا كثيرا. وأنا أستعير من المتنبي ما قاله لسيف الدولة، ولا أخصك في منجن بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلم. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يقول سلبي، أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه، فإن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار إبراهيم للنمروز ماذا قال له؟ أو كالذي حاج إبراهيم في إيه؟ في ربه هو كافر، قال أن آتاه الله الملك، فالملك حين ينزله الله قال يؤتي الملك من يشاء، فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحكم، لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. فإن كان عادلا فقد نفع بعدله، وإن كان جائرا ظالما بشع الظلم وقبحه في نفوس كل الناس فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما. ولذلك أقول للقوم جميعا إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلامه بما جاء من الأحداث، فكيف كنا نفسر قول الله ويمكرون ويمكر الله، وكيف كنا نفسر انهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا. الله يريد ان يثبت قيوميته على خلقه، فانا انصح كل من يجول براسه ان يكون حاكما، انصحه بان لا تطلبه، بل يجب ان تطلب له، فإن رسول الله قال من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. يا سيادة الرئيس، آخر ما أحب أن أقوله لك، ولعل هذا يكون آخر لقائي أنا بك، إذا كنت قدرنا
فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله على أن تتحمل. الحقيقة الكلمة أنا سمعتها طبعا وحافظها، بس والله كأني أسمعها لأول مرة. شكرا للزملاء أنهم جابوها. يعني عبقري، عبقري توصيل الرسائل، عبقري عبقري لما قال لا كيد للوصول إليه، لا تآمر عليه، ما تتآمرش على الحاكم، ولا كيد للوصول إليه. اللي دبر الانقلاب وقعد يخطط له سنين عشان يوصل للحكم، وقال لك اوعى تطلب الحكم، اذا كنت تطلب الحاجه ربنا ما يعينكش عليها، اذا كنت مطلوب يعينك الله. قصه النمرود قال له ده لو كافر واتى الله الملك، يعني اوعى تفتكر ان الملك لما بيجي لك ده رضا من الله عليك، عشان هم انصار السيسي كلهم يقول لك كده، يقول لك ده هو ربنا اللي اتاه الملك. ما هو ان اتاه الله الملك للكافر والفرعون، يقول لك اصل هو قعد له 10 سنين، لو كان ربنا غضبان على اما النمرود قعد كام سنه وفرعون قعد كام سنه. الحقيقه يعني شفتوا المشهد يا جماعه، لما كان عندنا علماء وقفوا وحطوا ايده على الرئيس ويكلموا وبتاع، الدنيا عامله ازاي؟ دلوقتي اللي يفتح بقه يروح ورا الشمس. ده اللي كان عليه الاستاذ ابراهيم عيسى شديد التطرف، وزي ما قلت لكم قال عليه في الحلقه شديد التطرف، ورجع عشان يستشهد بيه في نفس الحلقه على موقفه من الميكروفون. سمعنا. خليني اقول لكم مثل بسيط جدا من ايام حين تحدثت عن الميكروفونات ومدى ازعاجها، والميكروفونات اللي الاذان بيوزع فيها في المنشات السياحيه، واعتبرت ان دي ثقافه سلافيه قائمه على الصخب والضوضاء، واحنا لازم نغير ثقافتنا عشان السياحه تيجي سياحه، مفيش سياحه من غير ما تغير وعينا وثقافتنا. وقلت هو الميكروفون ده نازل في القران ولا جه على حديث في حديث من حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ فطبعا قاموا وقعدوا ويعني وسب وشتم كل هذه المعزوفات البذيئه الفاشله والكارهه والتي لا تاتي بنتائج يعني. لكن اللي انا عايز بس اوضحه قد ايه العقل مغلق تماما تماما، يعني الواحد نفسه بس العقل يوارب شويه، عقل هؤلاء يفتح بس لنور الشمس، افتحوا الشبابيك لنور الشمس. يلا سيد عبد الدين المحاول الله يرحمه في محو الأمية، مفيش محو أمية عقلية خالص، مفيش محو أمية ثقافية، مفيش محو أمية دينية، هم معجبين قوي بالأمية الدينية اللي عندهم. ليه؟ لأن الأمية الدينية دي تحول الميكروفون وكأنه حالة مقدسة، وكأنك لما بتتكلم على الميكروفون يقول لك عايز يمنع الآذان. يلا يا ضلالي، يلا يا ضلالي، مجموعة ضلالية قاعدة تجري ورا بعض. احنا بنتكلم على شعائر وطقوس ولا بنتكلم على الميكروفون؟ طيب اذا كان يعني الكلام ده مضايقكم قوي، طب ما قولكم في اللي قاله هو نفس ما قاله الشيخ الشعراوي، مش هذا امامكم المفضل؟ مش ده شيخكم الكبير؟ مش ده اللي صوره في محلات العصير والمقاهي وعربيات الميكروباص؟ مش ده الشيخ الشعبي؟ مش ده الشيخ اللي بعضكم بيتبارك بيه؟ طب ماذا قال عن الميكروفونات وهي بتعمل الآذان والخطب؟ تعالوا نشوف في حواره دقيقة كده للمصارحة والمكاشفة، وفي نفس الوقت لتعرية المنطق الكاره، طريقة التفكير اللي هي ما بتفكرش، اللي هي مستعدة بس يعني تتقيأ كراهية وقيحا وتقيحا، إنما ما بتفكرش معلها أساسا ولا تسأل هو الكلام ده صحيح ولا لأ، سليم ولا لأ، ما عندهاش غير القيح. طبعا هو جاب الفيديو بتاع الشيخ الشعراوي، بس احنا عشان ما ناخدش الفيديو وقت طويل جدا، الشيخ الشعراوي وهو بيسأل عن استخدام الميكروفونات بشكل مزعج مش في الأذان، فالشيخ الشعراوي قال دي عشوائية، اللي هو فكرة ان واحد يطلع قبل الفجر بساعة، انتوا عارفين حاجات كانت بتحصل في مصر قبل الفجر بساعة ويشغل الميكروفون، لكن ما اتكلمش على الأذان خالص. فالأستاذ إبراهيم عيسى المدلس اللي استخدم فيديو في غير موضعه، لكن انا وقفت قدام ابراهيم عيسى في المساله دي كتير في الفيديو ده، شفته بيتكلم عن الشيخ الشعراوي ازاي؟ مش ده شيخكو؟ مش ده اللي معلقين صوره في حلقات العصير؟ شفت طريقه الكلام عن هذه القامه؟ شفت؟ بغض النظر انه بيستشهد في غير موضعه، احنا ممكن نبقى نجيب الفيديو في حلقه بكره بتاع الشيخ الشعراوي، هو بيتكلمش على الاذان، الشيخ الشعراوي بيتكلم على الاستخدام الغلط، اللي هو فكرة إن الناس بتشغل ميكروفونات وتسيب مش عارف إيه زيطة قبل الفجر وبعد العشاء، لا، لكن الأذان لا يمكن.
الشيخ الشعراوي اتكلم على الاذان. فبغض النظر عن ان ابراهيم عيسى دلس بالمفهوم الشرعي اللي يعرفه استاذ ابراهيم عيسى دلس، لكن انا وقفت قدام فكره بغض النظر عن انه بيوصفنا بالضلاليه والكلام ده كله، هو عارف ابراهيم عيسى يقصد ايه، لكن شوف بيتكلم بهذا التحقير على الشيخ الشعراوي اللي وصفه في نفس الحلقه بانه شديد التطرف وشديد التسلح. فمفيش جديد يا جماعه، هذا النظام يرعى تماما يرعى تماما فكره كسر كل الرموز الدينيه. ولا اجد ابدا تخيل عقلي ان يصدر تعميم. انا طبعا كانت اخر حلقه وفاه الشيخ قرضاوي رحمه الله عليه، والحقنا به على خير غير مفتونين يا رب. لكن الحقيقه لما عرفت تاني يوم انه في تعميم صدر من وزاره الاوقاف بمنع صلاه الغائب، لا والله والله انهم يستعجلون امر الله. وصلت لكده؟ تمنع صلاة الغائب على مسلم؟ اطلع كفره بقى، يعني اطلع كفره بغض النظر انك عملت الحكاية دي مع مرسي وتصلى عليه رحمة الله عليه في كل بقاع الارض. فاكرين ساعة جنازة او موت الدكتور محمد مرسي رحمة الله عليه لما تصلى عليه في كل بقاع الارض وانت بتكرر نفس الحكاية تاني؟ دول مجرمين، مجرمين بالمعنى الحرفي. هو خايف طبعا، ده لو كان يجرؤ. هو عملها مع عمر عبد الرحمن وانكشف، عملها مع الدكتور عمر عبد الرحمن رحمة الله عليه للأجيال الجديدة اللي ما تعرفهاش. الدكتور عمر عبد الرحمن رمز للجماعة الإسلامية، ومات في أمريكا وسمح له بالدفن في مصر وسمحوا له بجنازة. فإذا بالأرتال البشرية تحضر الجنازة، قال لك لا لا لا، ولاد الكلب دول اللي عمالين أحارب فيهم أديلهم سنين طلعوا منين تاني؟ عشان نقفل بقى المقوله بتاعت ايه؟ الامام احمد بيننا وبينهم الجنائز. قال لك لا لا، لو كانوا كده، لو كان ذكر كان عمل جنازه لمرسي شعبيه سابه، مش انت قتلته؟ سيبه يعمل جنازه شعبيه، او عمل مرسي عمل الشيخ القرضاوي جنازه شعبيه. خلاص الراجل عالم مصري مات، خلاص مات. سيبه بقى يدفن بجنازه شعبيه. لا، ويبان هذا الكم اللي حصل مع الدكتور محمد عماره. لما مات وراحوا قبضوا على احمد سبيع من وقبضوا على العديد من الناس اللي كانت بتحضر جنازته، اللي هو فكره احنا مش عايزين اي مظهر من مظاهر تواجدهم. فدول ناس سبحان الله.